السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا على اليوتيوب قناة أعجبني. النهاردة بناء على طلب أحد المشاهدين استعراض للريسيفر الموجود في الشاشة، تمام، إنك تقدر البكرة عندك في الريموت، البكرة عندك في الريموت تقدر تقلب فيها من فوق وتحت القنوات. تمام، او تجيب السهم كده تتك على بروجرام يطلع لك قائمة القنوات. ممكن تعمل سيرش باسم القناة، ممكن تقلب هنا كده بتختار القنوات بي ام ماكس، تختار مثلا سودي سبورت. او كايرو مثلا زمان. القائمة دي بتاع القنوات ريكومندد. تمام، ممكن تعمل قنوات فيفوريت، قنواتي. ممكن تتكب في المكان الفاضي عشان تجيب تاني. هنعمل سيتنج، نجيب السيتنج عشان نعمل سيرش. هتختار بروجرام، بعد ما تختار بروجرام هتجيب تونينج اند سيتنج. اوريكوا ازاي تعمل سيرش. هختار اوتو تونينج، هختار ساتلايت ونيكست. هنا دي قائمة الاتنين الساتلايت الموجودين، هختار نيكست. هنا هعلم صح على الساتلايت بتاعي بس اللي انا عاوزه النايل سات، واختار نوع السيرش. هنا نتورك سيرش وبليند سيرش، اعلم على دول نتورك والبليند واقول له نيكست. تمام، هيقول لي انت عاوز تمسح كيب بروجرامينج ولا ما تمسحش، سيلكت از انر. تمام، اقول له كيب بروجرامينج، استمر. الريتون يعني هيمسح كله. هو هنا كده بدا ايه يعمل سكان زيرو بروجرامينج وبيقرا الترددات، وعشان بليند بيغيب شويه. طبعا هعمل سكيب اكنسل. هو هنا بيقول لي will not be scanned yes، اقول له skip. تمام، وهقول له done، انتهى عشان قفلت. تمام، طبعا هو راح للقناة اللي في اخر تردد. بطلع بالسهم كده تكة تاني، اجيب قائمة، دي قائمة قنوات الفيفوريت اللي انا عاملها. لو عاوزين نشوف قائمة ترتيب القنوات في الريسيفر بقول له سيتنج، تمام، واقول له بروجرام، واقول له بروجرام مانجر. لو حبينا نعدل في القنوات بقول ايديت. نرجع لكم مرة تانية، لو حبينا نعدل في القنوات بنختار هنا ايديت اول بروجرام. تمام، بختار الساتلايت ديجيتال تي في. هو هنا اهو قائمه ازاي انقل القنوات، بختار هنا من فوق كده سكيب وكنسل سكيب. وهنا الموف بعلم القنوات اللي انا عاوزها، بختار لها موف وبحطها هنا في المكان اللي انا عاوزه. ممكن ارجع باك كده واخش في السيتنج تاني، واخش في بروجرام، واخش في بروجرام مانجر، واخش في اديت فيفوريت. هنا ممكن اختار بعض القنوات اضيفها في قائمه اسمها فيفوريت واسميها قنواتي. بنستنى الريسيفر عشان يحمل. هنا قائمه قنواتي انا عاملها اهي، بختار القنوات اللي انا عاوزها وبختار من فوق هنا ايه عندك كيلو ايه 50 موف عشان ايه سوابت اوردر ابدلهم او موف من هنا. تمام، وكانت دي مراجعه سريعه للريسيفر بتاعنا المتواجد في الشاشة. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.